سهم، تعال. طيب احنا معانا سهم النهارده، هكلمكم على نقطه سريعه كده، تمام، الا وهي نقطه المحايده. احنا اتكلمنا فيها قبل كده، تمام، واتكلمنا فيها باستفاضه، اللي هي في خصله مهمه جدا الكلب يتعلمها. خد يا باشا، مش بس على سهم يجي على ما اتكلم اقول الكلمتين، تمام. يلا، الخصله دي هي المحايده، ان هو الكلب يبقى محايد للمشتتات التانية. هنا المشتت في حالتنا هو القطط، طبعا معانا مشمش، معانا قطقيه الثلاثه الصغيرين دول اللي هم جداد، هم اولاد القطه دي، تمام. اوكي، فهم كبروا وبداوا بقى يخرجوا وكده، فزي ما انتم شايفين هو طبعا متعودين علينا عشان احنا من صغرهم كلنا كنا بناكلهم وكده، وكانت الشباب بصراحه هنا بترعاهم. ست، يلا سويتش، اف اكس جدع، تمام. فخصله المحايده هي خصله مهمه جدا، الا وهي ان الكلب يبقى محايد تجاه مشتتات مختلفه، منفط يعني، مش شايف القطط زي ما انتم شايفين هيموت ويروح لها، بالرغم من ان هو كلب داتش، والكلاب الداتش كده كده سرعه سبين سويتش، تمام، سريعه، والمطارده عندها سريعه، تمام، ماشي ركس ماشي، وبتبقى عايزه تجري ورا الحاجه اللي هي عايزاها والكلام ده كله. ولكن هو اتعلم من صغره، تمام، ان هو يطنش القطط زي ما انتم شايفين. انا مش هكافئه، تمام، مش هكافئه، مش هتكلم معاه، ماشي. اوكي، اتفرجوا على السلوك بتاعه لوحده. سهم، سهم، تمام، طب لك بالكيس، يلا اتفرجوا على سلوكه، تمام، ماشي. القطط اهي، الكلب اهو، تمام. الكلب من صغره بيشوف القطط، بيتمنع عنها في الاول بالليش طبعا، اوكي، لما يبقى عايز يجري وراها والكلام ده كله، وبياخد مكافاه في بقه، خد مكافاه في الثانيه في الثالثه، بعدين بيتدرب في وجودها، بعدين بنعمم، بنعرفه على قطه والثانيه والثالثه والرابعه، القطط الصغنططه خايفين منه شويه، تمام، دي زي القمر، دي هم كلهم زي القمر، تمام، معلش هم بيخافوا سنه، تمام، خصوصا ان في كلب وكده ومش متعودين على سهم زي القطه دي وزي مشمش. طبعا مشمش صاحب البركه، طبعا هو سيمبا، سيمبا مش موجود دلوقتي. خد، شاطر جدع، تمام. فزي ما انتم شايفين، سهم، خد تعالى، خد تعالى، سهم، سهم، تعالى، يلا سبين سويتش ترانسبورتشو، بيمشي رجل، بيتدرب اهو زي ما انتم شايفين، تمام. ست، تعالى مثلا على يميني، ريكس هيجي على يميني، هنلف مع بعض مثلا، تمام، زي ما انتم شايفين. اف، هننزل داون، تمام، هندي سبين مثلا، ماشي، هندي ترن، لا يلا ترن، شاطر، تمام. ست، والقطط موجودة، فهو بيتدرب في وجود القطط وبيعتاد ده من صغره، تمام، فبالتالي بيبقى سلوكه اهو، القطة جنب اهو، هو اصلا يعني هو ما عندوش اوبشن. لقطة اهي الصغيرة، تمام، هو ما عندوش اوبشن اصلا ان هو بيجري وراهم. طبعا لو شاف قطة جديدة او كده ممكن يحاول فيتمنع ويتكافئ او برضه نعرفه وكده، ولكن في الاخر خالص مع الوقت حتى لو يقابل قطط جديدة، اهي القطط دي لسه متشجعة، تمام، هو اصلا مش هنا، هو اصلا بص هو بيعمل اي حاجه في الدنيا ما عدا ان هو يجري وراهم بكل بساطه. فهي دي المحايده، خدي ده، انت قمر، تعالى، مين فيكم اللي بيرضى؟ ايوه هي دي اللي بترضى تاخد من ايدي، شاطر، تمام. امهم طبعا بتشرح لنا ايدينا لما بنديها، فانا بربلها، تمام. فزي ما انتم شايفين كده هو مطنش اصلا، هو اصلا انا كنت باكل القطط اهو، بصوا بصوا، خد يا مشمش، تمام، هو مطنش مستني دوره. ست، يلا سويتش، اعدل نفسك ريكس، اعدل نفسك، يلا امشي جنبي، تمام، الزق فيا، شاطر، اقعد، يلا خش سويتش ما بين رجلي تاني، تمام، يلا ترانسبورتشا، امشي جنب في النص معايا، تمام، زي ما انتم شايفين. بس فبكل بساطه لما بتعلم الكلب من صغره تمنعه عن القطط من ناحيه، وتكافئه، والمكافئات مهمه جدا فوق ما تتخيل. ليه؟ لان هي اللي بتضمن بقاء خد، لان هي اللي بتضمن بقاء السلوك. يعني ايه بتضمن بقاء السلوك؟ يعني انا بقيت اهو شلت ايدي، فطيت ايدي من المكافاه، ماليش دعوه بيه، اهو بصوا عادي، هو بيطنش، مطنش، هو اصلا معدي جنبهم، هو مش شايفهم، هو عارف ان هم موجودين، وساعات بيروح يحاول يلعب مع سيمبا هناك لما يبقى رايق قوي، بس طبعا بيقوم مديله واحده على مناخيره وبيقفش كده، ما بيحبش هو الكلاب تلعب معاه وكده. بس في الاخر خالص اهو ده قاعد، سيمبا عارف ان الكلب ده مش بيهاجمني خالص، فمنفض هو والقطه دي وكده اهو، بيعمل ايه؟ بيتمشى، ولا هيموت يوصل لهم، وهكذا. فالوقايه خير من العلاج. لو كلبك من وهو صغير، خد يا حبيبي، سهم، ست، سبين، تمام، سويتش، تمام، خد يلا مش معايا. لو كلبك من وهو صغير
تمام، دربته صح، كافئته، عملت وقاية. ارجع ورا. تمام، يلا ريكس. اوكي، لطة جنبه لازقة فيه. تمام، عملت وقاية هيقويك حاجات كتير جدا، ومش هتخش بقى في القصص بانك انت بتتغشم عليه وكده.